على أنغامي أغنيتي سوريتي هويتي، أقيم على خشبة المسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السلمية عرض للرقص الباليه، حيث تخلل العرض الرقص التعبيري والجمباز الإيقاعي والبالي الكلاسيكي. لليوم عرض الباليه حاولت فيه إني حافظ على ماهية عروضي، على القيمة، مستوى قيمة معينة، وكل عرض بحاول حط القيمة بمستوى أعلى. ماهية العرض إني حاكي مادية مجتمعي، حاكي مدينتي، لامس روح أرواح المدينة، أرواح الأشخاص هون. بوصل للعالم إنه بالباليه هو كتير شيء حلو وبينشر سعادة. طبعاً بدعي الكل إنه يتدرب باليه لأنه هو كتير شيء راقي ونحن كتير بنفتخر فيه بسوريا وبسلمية. قدمت اليوم عرض باليه، حابة أوصل رسالة لكل العالم إنه الباليه أجمل رقص بالعالم. حابة إنه خلي الكل يتشجعوا على الباليه ويتدربوا مثلنا، وبدعي الكل يعني يتدرب. إنه كل واحد يحب شغلته ويشتغله، ما يخجل من أي حدا ولو شو ما صار. فرقة المركز الثقافي للباليه والتي تضم 21 راقصة باليه تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و15 عاما قدمت عروضا مميزة وجميلة تتسم رشاقتي والخفة. طبعا مثل ما شايفين نحن هيك فعاليات عم ترسم البسمة على شفاف أطفالنا وصغارنا وكبارنا وحتى شيوخنا، يعني مثل نحن كشعب سوري بالبقدة أنه نفرح، وهيك فعاليات بتأدي للفرح الكبير اللي لازم يكون موجود بمجتمعنا، الفرح الكبير اللي لازم يعود لأطفالنا، الفرح الكبير اللي لازم يعود لشعبنا كامل. هذا العرض يخدم التربية الفنية الجمالية ويزيد من الوعي الجمالي وكذلك الثقافة الفنية الجمالية. لاحظنا في هذا العرض أمسية فنية جميلة جدا. المشكورة دائما مدام إيفون على العرض الجميل والماتع واللي بيقدم دائما رسائل فكرية ومعنوية مع كل رقصة ومع كل حركة، وما في رسالة جميلة بتدفع الصبايا للتفاؤل. الأطفال بهالعمر بيجننوا، كانت حركات كتير حلوة متناسقة والأغاني مناسبة للشيء اللي هن قدموه كتير حلو. المركز الثقافي بالسلمية شهد حضورا رسميا وشعبيا، وكان الهدف من هذا العرض هو إرسال رسالة مفادها أن الثقافة ستبقى عنوانا للأصالة والتجدد الدائم. محي الدين فهد للإخبارية السورية، محافظة حماة.